اللي هو الدي كومبريشن اوف ذا ميديا نيرف ذات ريس هي دي موست كومن هيد سيرجري. اوكي اول حاجه احنا عايزين نقيم دماغنا ايه هي الستراكشرز ات ريسك، يعني دي هتفرق معانا كتير جدا في الديسيجن هاو تو انسايت. اول ستراكشر ات ريسك كله عارفها هو الميديا نيرف. ميديا نيرف هو موست سوبرفيشال ستراكشر، هو الموست سوبرفيشال لاين اندر ذا فليكسور under the common under the flexor lateral وهو it becomes closer to the transverse carpal ligament لما ريست بين فلكشن. ازاي اديتكت السيرفيس اناتومي بتاعي؟ السيرفيس اناتومي بتاعي اللي هو بيخش الكاربال تانل راديالي تمام للبالمالس لونجس تحت الراديال ايدج اوف البالمالس لونجس تانل. تاني structure at risk هو recurrent motor branch بتاع الميديال نيرف وده بيطلع after the medial nerve passes through the transverse carpal ligament ويدي directly supply the sedial muscles. The surface anatomy how to detect it عندنا حاجتين، حاجة اسمها ال cardinal capillary line. ال cardinal capillary line ده بيبقى من عند ال pisiform bone ناحية ال first web space. ال intersection بتاع ال cardinal capillary line مع ال long axis of the middle finger هو ده اللي انا بقدر احدد بيه مكان ال recurrent motor branch of the ميديال نيرف كسيرفيس اناتومي. ايه الفاريشنز بتاعته؟ هو في فور سب جروبس عشان خاطر تو ميك ات ايزير. ده الجروب 0 ده اللي هو النورمال فارينس احنا قلنا بعد ما الميديال نيرف بيعدي من الترانسفيرس كارب ليجمنت وبيدي سينا الماسلز. جروب 1 هنا ده بيطلع في كذا فاريشن في جروب 1، يا اما هيطلع تحت الليجمنت يبقى سب ليجمنتس، يا اما هنلاقيه بيرسين دي ترانسفيرس كاربال ليجامنت. ممكن الناس ما تشغلش بالها بالتصوير كل ده تاخدوه دي في دي، يا اما بيبقى طالع من الاندر سايد يا اما بيبقى طالع سواء من الاندر سايد او طالع انتيريلي ويعدي سوبيريور تو ذا ليجامنت تو سبلاي ذا سيمنس. جروب 2 وجروب 4 الاثنين زي بعض، هو عباره عن اكسسوري برانش للمور، يعني اكسسوري برانش للبالمر كوتينيوس. الجروب 2 بيطلع ديستال للترانسفيرس كاربال ليجمنت، اما جروب 4 فهو بيطلع بروكسيمال، واحد منهم بيدي دايركتلي للمسل والثاني بيجوين المين بالمرتيوس برانش. اما الفاريشن الاخير اللي هو جروب 3 هو اكشولي اتس نوت فاريشن اوف ذا بالمر كوتينيوس برانش، هو فاريشن للميديال نيرف نفسه ان هو بيحصل هاي ديفيجن للميديال نيرف، يعني تفتح ترانسفيرس كاربال ليجمنت وتلاقي ان في تو ميديال نيرفز. هنا بيبقى وزاره الارتري 3 بي بيبقى وزاره الارتري 3 سي بيبقى معاه اكسسوري لامبريك موسل. الثيرد ستراكشر ات ريسك هي البالمر كوتينيوس برانش اوف ذا ميديال نيرف. السيرفيس اناتومي بحسه ازاي؟ عند مكان الترانسفيرس كاربال ليجمنت بلاقيه ناحيه السكافويد تشيبك اللي هو ده السيرفيس اناتومي بتاعه. طيب ايه الفاريشنز بتاعتي بالنسبه للبالمر كوتينيوس برانش؟ البالمر كوتينيوس برانش ده هو اتس سنسوري برانش. نورمالي هو بيطلع راديال للميديال نيرف وبيفضل برضه راديال تويت وايل باس ثرو ذا ليجمنت. طبعا هو ده سوبرفيشال برانش، هو بيعدي سوبرفيشال للترانسفيرس كارفال ليجمنت. الفاريشن الثاني وده لس كومن بيطلع under to the median nerve تمام، لكن بيفضل برضه ستيل بيفضل راديال للبالمالس لونجس تانل. افيري رير فاريشن بيطلع under the radial nerve ويعدي under to the palmaris longus muscle ولكن ب 0.3 ملم. دي رسمه للنورمال فاريشن في بالمر كوتينيوس برانش. طيب هو ايه فايده اللي احنا قلنا اللي هو الكلام ده؟ الفايده ان احنا لما هنيجي بعد كده للانسجن وايل دوينج دي انسجن فور دي كومبريشن اوف ذا كاربال تانل هنحاول ان احنا اللاند مارك بتاعتنا من ضمنها هي البالمالس لونجس. لو احنا بعدنا عنها سنتي انا كده ضامن 100% ان انا بعيد تماما عن السوبرفيشال كوتينيوس برانش حتى لو في انومال. الفور ستراكشر ات ريسك هي السوبرفيشال بالمر ارش. السيرفيس اناتومي بتاعه هو دلوقتي احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها الكارديال كابتن لايف من عند الهوك اوف هاميت لغايه انا قلت غلط في الاول جنب سمول او الهوك اوف هاميت لغايه الوايت سبيس. هو المفروض من 15.3 بلس او ماينس 8.60 ملم
بعيد عن اللاين ده. في طريقه رف ممكن نجيبه بيها ان احنا لما نعمل الصف بتاعنا في ماكسيمم اكستنشن تمام هو بيبقى تقريبا عند ده بتاعه. ودي صوره برضو ادي هنا ده ترانسفيرس كاربال ليجامنت ان انا ممكن اخش لو انا دخلت عنده وعملت شويه اكستنشن للانسيجن بتاعه ممكن اعمل انجل السوبرفيشال السيرجي سريعا انا بعمل اكستنشن بحط البيشنت سوباين بوزيشن الاكستنشن ده بيساعد ان الميديا نيرف يبعد شويه عن الترانسفيرس كاربال ليجامنت زي ما قلنا لما بيعمل فلكشن بيبقى قريب. الانسيجن سايت الانسيجن سايت بيبقى عندنا طريقتين بيبقى الطريقه المين يعني ان احنا بنيجي عند الراديال بوردر اوف ذا رينج فينجر والبروجكتد بروكسيمي تمام وده بيبقى تقريبا 6 ملم الير تو دي تو ذا ثينر كريز. بالانسيجن ده انا ضامن 100% ان انا بعيد عن البالمر كتيريوس برانش اوف ذا ميديان نيرف حتى ولو في انومالي انا بعيد تماما عن الموتور برانش اوف ذا ميديان نيرف. الانسايز السكين عندنا دي فاشيا الانسايز دي فاشيا بعد كده هنبروجكت الانتجن بتاعنا لغايه لما نوصل للادج بتاع الترانسفيرس كاربال ليجمنت بعد كده نبتدي انسايز بروكسيمالي طبعا اتس فيري سيف ان احنا نحط ماكدونالد ريتراكتور تحتيه او اي حاجه تو بروتكت عشان خاطر تو بروتكت الميديان نيرف. ودي صوره كده بس تجميع ان انا الانسجن بتاعي اهو بتجمع الستراكشرز ات ريسك اللي هو البالمر كتيريوس برانش والريكرنت موتور برانش والسوبرفيشال بالمر ارش تمام وطبعا الميديان نيرف اللي هو لاين هنا تحت يعني ليه بيتاخر في المايس مارك. شكرا دكتور عبد الحميد. دلوقتي هنعمل ديمونستريشن للاكستندد بولر ابروتش. مش هعمل اي حاجه غير لما الصوره تيجي. حاضر. اكستندد بولر ابروتش تو ذا ديستال راديوس او تو ذا ريست. اما تيجي حد يقول لي احنا عندنا هنا البي زي فورم نعملها ماركينج. ده الاوت ذا لاين بتاعت الاوت ستريتشد ثم. وبعدين هنا انا مش حاسس بالمارس لونجس بس اي اسيوم ان مكانها هنا. طيب احنا عايزين نعمل الابروتش ده مش هنعمله خالص في الموست راديال كريس لازم نبقى شويه اونر للموست راديال كريس. انا عندي بريفرنس دايما ان انا افتح فيري اونر ابروتش بس المهم ما بقاش اونر على الجاينز كانال. حد شايف؟ بيرفكت. يبقى بيزي فورم اهي والبيزي فورم ماسك فيها الفلاكسو كاربي انارس. ف احنا عايزين نعمل الابروتش بتاعنا هنا ترانسفيرس كاربال ليجمنت وعايز اكستندت هنا على الفلاكسو كاربي انارس. بس احنا علشان نعمل اي اكستنشن نكروس بي اني كريس محتاجين دايما نعدي ذيس كريس ما بين 30 و70 درجه. بلاش يبقى ان احنا نعديه برايت انجل وبلاش نعديه فيري اكيوت اقل من 30 درجه عشان ما نعملش اسكيميا. لان انت لو عديت الكريس بتاعك كده والانجل دي صغيره التيب دي هتبقى اسكيميك. فاحنا عايزين اللاين ده يبقى ما بين 30 و70 درجه. طيب احنا هنبدا الابروتش بتاعنا سكين ده كانه كاربال تانل ريليس. وقبل الكريس بسنتي هبتدي اكيرف اونر. طيب ايه الفات الموجود ده؟ الفات ده هو الهايبوثينر فات. احنا دايما بنمشي سوبرفيشال تو ذا هايبوثينر فات. الجليسنينج ستراكشر اللي بلاقيها سوبرفيشال تو هايبوثينر فات ما هياش الترانسفيرس كاربال ليجمنت. Don't mistake it for a transverse carpal ligament. انت الاول تحط سيلف ريتينينج وبعدين اوبت. احنا ده الهايبوثينر فات. بص حضرتك ده بدايه البالمر ابونيروزس. ده بالمارس لونجس بتعمل بالمر ابونيروزس صح؟ تراينجلر هنا بدايه الفاشيا دي ده الاندر سايد اوف ذا بالمر ابونيروزس.
انت بتقطع الانر سايد اوف البالمر ابر نيروسس، بس بعد ما ايدنتيفاي بدل ما تلاقي نفسك داخل على الفاشيا اوف هايبوثينر اوف ذا هايبوثينر امينانس، يبقى ده البالمر ابر نيروسس بنحب نقطعه بهذه الطريقه. بص لما نفتح البالمر ابر نيروسس ايه اللي بيحصل؟ بيطلع تحتيك فاشيا ثانيه. الفاشيا الثانيه دي هي ترانسفيرس كاربال ليجمنت. فدونت ميستيك بالمر ابر نيروسس فور ترانسفيرس كاربال ليجمنت. حد شايف ترانسفيرس كاربال ليجمنت؟ حد شايفه؟ لازم تدفرنشيت بتوين بالمر ابر نيروسس لاير وترانسفيرس كاربال ليجمنت لاير. عايز حاجه مع فيه؟ طيب احنا واتس نيكست؟ بص هنا لما الدكتور ابراهيم هيشد عند الايبكس هو مش مسموع؟ انا حاسس ان انا لابس حاجات كتير قوي له كلها. طيب احنا الدكتور ابراهيم لما شد الديستال ايبكس اوف ذا انسيجن بين لنا الديستال اند اوف ذا ترانسفيرس كاربال ليجمنت. انا قطعت الديستال اند اوف ذا ترانسفيرس كاربال ليجمنت وقطعت اخر اكستنشن منه. اول ما قطعت اخر اكستنشن منه ما اعرفش باين عندكم ولا لا، ابتدى يظهر عندنا فات. الفات الموجود ده هو بدايه السوبرفيشال بالمر ارش. فخلاص لقيت الفات ستوب. لما تشوف هذا الفات وتعمل ديستال ريتراكشن، لما تعمل ديستال ريتراكشن طبعا مش جامد، هيبان عندك ذا في شيبد كونكشن اوف هايبوثينر ماسلز اند ثينر ماسلز. الثينر ماسلز ممكن تبقى ماسكه لحد هنا والهايبوثينر ماسلز ممكن تبقى كروسنج هنا. المهم ان ذيس اريا اسمها ذا في شيبد كونكشن بتوين بوث فاشي هايبوثينر اند ثينر. احنا هنقطع هنا ذا ترانسفيرس كاربال ليجمنت. انا بقطع هنا دايركتلي بوستيرير دايركتد بوستيرير. يعني ايه؟ انا مش خايف على حاجه. لا مش خايف على حاجه. النيرف از نيفر هير. اللي تحتيه الفلكسور تندون. طب اعرف ازاي؟ انا هعرف ان انا هحط ايدي كده واحس حاجه ناشفه. الحاجه الناشفه دي هي الهوك اوف هامات. الهوك اوف هامات دي انا حسيتها فين دلوقتي؟ انا حسيتها هنا اهو النقطه دي. يبقى انا لما اقطع جاست راديال تو ذا هوك اوف ذا هامات، شايف انا بقطع شارب شارب شارب. انا ابتدى يظهر عندي حاجات. ايه الحاجات اللي ظهرت عندي دي؟ flexor tendons. It's never the nerve. طيب انا الهوك اوف هامات اهو، يبقى اللي عندي دول ايه؟ flexor tendons. انا بشقلبهم اهو خلاص.